ايه سر الطفره اللي بيشهدها المنتخب في جميع المراحل السنيه في الفتره الحاليه؟ الطفره دلوقتي اللي في تغيير في السيستم. كان في سيستم معين ماشي وبعد كده غيرنا السيستم ده. مدرب جديد كابتن ديفيد جه في الاول وكان غير السيستم تماما. وبعد كده الاتحاد طبعا بصراحه يعني كان له دور مهم جدا، اللي هو يعني كان دايما مركز، اللي هو كان شايف ان احنا لعيبه كويسين بس محتاجين تغيير معين في حاجات معينه في السيستم، في اللعب، في كل حاجه. احنا جالنا دلوقتي اتنين مدربين، كان ديفيد ودلوقتي براندو، من احسن مدربين في العالم. براندو هو يعني حتى السنه اللي فاتت خد احسن مدرب في العالم. والسيستم بتاعه عرف ازاي يمشي علينا كجروب، ودلوقتي حصل نضج اللي كنت بكلم عليه في الاول، نضج في اللعيبه، هو اللي هو الطفره اللي العيال الصغيره ما بتقدرش اللي هم يندمجوا. أيوة. مع الكوره. وفي نفس الوقت كان في اندماج، لان دلوقتي انت ماشي على سيستم معين واللعيبه الكبار دلوقتي موجودين مرحبين جدا باي لعيب صغير هيفيد المنتخب. احنا في الاخر فرقه عايزين نكسب. انا شايف الحاجات دي كلها هي امور خلتنا نوصل ان احنا موجودين دلوقتي، وتقريبا هنوصل احسن من كده كمان طبعا مع تغيير المنتاليتي بتاعت اللعب بتاعت الحياه. الحياه الرياضيه ازاي تعيش حياه كمحترف في الهاندبول بس، فدي فرقت معانا كلنا تقريبا. تمام. احنا خرجنا من ربع نهائي كاس العالم وحصدنا ربع الاولمبياد. يعني شايف ان مصر ناقصها ايه عشان تحقق ميداليه تاريخيه؟ انا شايف الموضوع كله هي ستيبس، ما حدش بينط مره واحده، ما بقاش مثلا 13 و14 وبعد كده يروح ياخد ميداليه. الموضوع مش اسهل حاجه يعني. ممكن تبقى شايف الموضوع قريب جدا وفي الاخر بتخسر، بس انت في نفس الوقت هو الخساره دي انت برضه انت احسن من قبل كده. طبعا احنا كلنا عارفين ماتش مصر والدنمارك، يعني الماتش ده هو صنف في الاتحاد الدولي اللي هو من احسن الماتشات اللي حصلت في كاس عالم من 1996. ماتش احنا عملنا فيه كل حاجه، ماتش خلانا احنا كلعيبه خدنا اكسبيرينس عالي قوي. انت في جوه الماتش كسبان خسران، مطرود منك ناس، مطرود منهم ناس، عملت يعني كل حاجه حصلت. كل حاجه حصلت في الماتش ده. كل حاجه حصلت في الماتش، في الاخر انت خسرت يعني ضربات جزاء. فالموضوع يعني كان في حظ شويه، وفي نفس الوقت احنا كان نفسنا نعمل حاجه يعني. وفي الاولمبياد انت لعبت مع فريق مع منتخب اسبانيا، هم كسبوا بطوله اوروبا السنه اللي فاتت، فانت بتلعب مع بطل اوروبا وكان عندك اصابات. وبرضه في الماتش كان ماشي ايكوال يعتبر، وفي اخر الماتش اسبانيا كسبت، فرق شويه خبرات. بس انا شايف يعني ان شاء الله حاليا هدفنا، احنا كان هدفنا ان احنا نخش المربع في الاولمبياد، وهدفنا ان احنا نكسب كمان، مش بس نخش المربع بس، دلوقتي هدفنا ان احنا ناخد ميداليه ان شاء الله في باريس. طيب هل تدريبك تحت قياده المدرسه الاسبانيه افادك في برشلونه بعد انتقالك لبرشلونه؟ اكيد طبعا. انت دايما الفرق في اوروبا بتشوفك كلاعب، بتشوفك لعيب كويس جدا، عندك مهارات عاليه جدا، لعيب ممكن تكون احسن من لعيبه كتير عندهم. بس هو الموضوع كله انت بالنسبه لهم انت بيشوفوا طريقه لعبك، انت ما بتلعبش بنفس السيستم بتاعهم، فهم مش بيشوفوا طريقه لعبك ولا المنتاليتي بقى؟ عشان انت من شويه كنت بتقول لي المنتاليتي بتختلف. هي طبعا المنتاليتي بتختلف، اللي انت بالنسبه لاوروبا بيقول احنا هنجيب لعيب مثلا من قاره ثانيه وما عندوش نفس اللغه وما يعرفش هو ايه تقاليده وايه عاداته، فالموضوع بيبقى فيه قلق شويه. بس لما ابتدي الموضوع يطلع وواحد يحترف ويبقى الموضوع كله انت سفير لبلدك في الاول وفي الاخر، انت اول ما الدنيا بدات تطلع يعني، اول ما اللعيبه بدات تطلع تحترف، انت واحد في الثاني في الثالث في الرابع، خلاص هو الناس بداوا يفهموا المنتاليتي يعني قريبه جدا من اوروبا، والعادات والتقاليد وكل حاجه. هي طبعا بتفرق في حاجات كده معينه، بس هم بيحترموها جدا. وفي نفس الوقت طريقه لعبك برضو، هم برضو بيبصوا على طريقه لعبك، لان هم عارفين اللعيبه في افريقيا عندهم مهارات عاليه جدا، بس هم مش عارفين المهارات دي هيعرفوا يدخلوها في السيستم عشان ينفعهم ولا لا. لان هو دايما بيبقى عندك لعيبه جامده جدا في المنتخب وبتلعب حلو جدا في الماتش وما بتكسبش الماتش، بتيجي في الاخر وبتخسر. في ناس زمان كنا في ناس بتقول هي عشان فرق اللياقه البدنيه والكلام ده، هو الكلام ده مش حقيقي تماما يعني. الموضوع كله ايه بقى الفرق؟ الفرق كله اللي انت الفرق اللي قدامك بتلعب بسيستم واحد بس طول الماتش ماشي عليه، وانت بتلعب حلو قوي وحش قوي، حلو قوي وحش قوي. السيستم اللي هو ايه؟ فهمنا السيستم اللي هو ازاي؟
هو موضوع كبير مش صغير. هو السيستم ان انت يعني بتلعب بطريقه لعب ما حدش يعني بيعمل حاجه من دماغه مره واحده كده. يعني هو كل الناس عارفه انت هتعمل ايه في فرقتك، عارفه انت هتعمل حاجه معينه، بتعمل 1 2 3، ما حدش بيحاول يعمل 4 و5. يعني هو حاجه معينه بتعملها، بس بتفضل تعملها وتعملها لحد ما تتقنها وتمشي عليها 60 دقيقه. ما تبقاش تلعب وحش او حلو. انت دايما المنتخبات الكبيره بتلعب 60 دقيقه نفس المستوى، المنتخب المتوسط بيلعب حلو قوي في الاول وبعد كده بينزل شويه وبيطلع هو ماشي على طول نفس الخط. هو ده اللي بيكسب في الاخر يعني، بيبقى اخطاء اقل. هو ده كان الفرق ما بيننا وما بين اي فرقه مثلا كبيره في اوروبا. ودلوقتي الموضوع بقى قريب جدا يعني، بالعكس احنا ممكن نكون احسن دلوقتي، احسن بكتير من فرق في اوروبا يعني. ده حقيقي. طيب عايزين بقى كواليس انتقالك نادي برشلونه، ازاي بدات المفاوضات؟ وهل انت شايف المفاوضات برشلونه معاك كانت مفاجاه بالنسبه لك، ولا كان الموضوع ازاي؟ والله يعني انا زي ما احنا اول اتكلمنا في السوبر جروب انا لعبت قدامهم كتير، لعبت قدامهم 4 مرات. طب ولا حد في فتره يعني في اي مباراه انت لعبت قدامهم حد اتكلم معاك؟ لا، ما هو الموضوع مش انت تلعب قدام 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 فرقه مثلا كبيره حلوه قوي فتاني يوم يكلموك. مش بيحصل. هو دايما على حسب احتياجاتهم هم. تمام. يعني هم المركز ده ناقصهم ولا لا، وبعد كده بيبداوا يشوفوا مين الاوبشنز اللي قدامهم، وبعد كده يحطوا اوبشن A B، وبعد كده يشوفوا يتكلموا معاه ويشوفوا الاتفاق وبعد كده. تمام. ازاي بدات بقى المفاوضات؟ انا المفاوضات بدات في شهر 3. تمام. الناس اتكلمت معايا وانا كنت مرحب جدا بالفكره، اكيد كنت مبسوط. الموضوع برده انت رايح برشلونه، مش رايح يعني رايح برشلونه يعتبر يعني احسن نادي في العالم واقوى نادي في العالم، وهو على الورق وعلى الحقيقه هو اقوى نادي في العالم. لان انت البطوله السنه اللي فاتت برشلونه لعب 68 ماتش في الموسم، كسب 68 ماتش، ما خسرش ولا ماتش. وكسب كل البطولات. اكيد كنت مبسوط، وكان في تفاهم وكان في كل حاجه. وبعد كده لما رئيس النادي اتغير فالجهاز كله اتغير، ورئيس يعني ايه سبب التغيير؟ رئيس يعني الجهاز كان هو لما رئيس النادي نفسه اتغير وجي لابورتا، فكل الاجهزه اتغيرت. فهم كلموني احنا اسفين جدا، احنا دلوقتي احنا مش موجودين السنه الجايه ومش عارف ايه الكلام ده كله. كان في شهر 3. فقلت خلاص يعني هعمل ايه يعني، مفيش مشكله بالنسبه لي. تمام. وكنت مكمل عادي. وبعد كده في شهر 4 الجهاز الجديد اللي هو كان لسه هيستلم في شهر 8 كلموني تاني برضو الجهاز الجديد، وكانوا نفس العرض نفس كل حاجه، وانا كنت موافق ورحت. بس كان بالنسبه لك الموضوع مفاجاه بالنسبه لك، ولا كان الموضوع ازاي؟ لا اكيد كنت مبسوط زي اي حد، اكيد هيبقى مبسوط. بس هو يعني هو مفاجاه، وفي نفس الوقت انت بتتوقع حاجات زي كده. مثلا هو مش غرور، بس انت شايف دلوقتي ان انت اكيد المنتخب ليه دور مهم جدا في الموضوع ده. تمام. انت بتلعب بطولات كاس عالم، بتلعب في اولمبياد، وبتبقى قريب جدا من الفرق الكبيره، فاكيد هم بيشوفوا الموضوع ده، وبتلعب بنفس السيستم بتاعهم. اكيد هم بيشوفوا الموضوع ده وبيشوفوا ايه الحاجه اللي ناقصاهم وعاوزين يكملوها بواحد صمت موجود بره. وبس هو ده اللي حصل معايا. اكيد كنت مبسوط، واكيد خلت الثقه تبقى اكتر بالنسبه لي. تمام. احكي لنا عن حياتك بقى في برشلونه، في المدينه نفسها، وايه اكتر التحديات اللي واجهتك في برشلونه؟ هو اكيد هي برشلونه كمدينه هي بالنسبه لي يعتبر من احسن المدن في العالم. وفي اوروبا. انا اصلا ما كنت بلعب مع الشارقه، وكنت بلعب قبل كده في انديه تانية، كنت على طول اصلا يعني اي اجازه كنت بروح برشلونه. يعني على طول كنت هناك. فبالنسبه لي انا بحب جدا المدينه بكل تفاصيلها. الحاجات الصعبه اللي بتواجه ان انت ازاي تتاقلم مع فرقه مستواها عالي. وانا كمان كنت رايح لهم بعد الاولمبياد، ايديا كانت مكسوره. فالموضوع ما كانش اسهل حاجه يعني، وايدي اليمين اللي بشوط بيها بيها كل حاجه، فالموضوع كان اصعب حاجه. اللي انا قعدت معاهم مثلا تقريبا شهر من غير ايدي، ما مش اي حاجه بايديا. فعشان تتاقلم مع فرقه كبيره وانت مصاب ولسه هترجع تاهيل ولسه عشان تبقى 100% سليم، الموضوع كان صعب جدا بالنسبه لي يعني. تمام. انت كنت دايما بتروح برشلونه، هل كنت بتروح تتفرج على ماتشات هناك ليهم ولا؟ كنت رايح اتفرج على ماتشات، وانا بحب الجو هناك والبحر وكل حاجه هناك. الجو حلو قوي والناس فريندلي قوي، وكنت باخد دايما العيله وبنروح، وكنا مبسوطين هناك يعني. تمام. هل في اي تعامل حصل بينك وبين لعيبه كره القدم؟
لا ما حصلش اي تعامل. احنا بس يعني بيبقى الموضوع ساعات بيبقى فيه ايفنتات كده وبنشوفهم سلام عليهم.